السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا معانا تركيب شاشة رود ماستر كيا اوبتيما 2000 وذا الحين 2000 وذا الحين 2020. طبعا صاحب السيارة ماشي عليها كما تشوفوا 451 كيلو متر، يعني اسبوع من يوم شرها. طبعا هذا الشاشة امامكم، شاشة اندرويد، نظام اندرويد كما تلاحظوا. هذا القائمة حق البرامج ما شاء الله، شوفوا عندنا اليوتيوب، عندنا جوجل ماب، المتجر، عندنا الخرائط المجانية اللي هي الايجو، عندنا فيها كل البرامج. طبعا تم تركيب كاميرا متحرك كما تلاحظوا، هذا الكاميرا معنا. طبعا تم تشغيل اليو اس بي الوكالة حق الزبون مع اضافة يو اس بي في الدرج كما تلاحظوا الان. هذا اليو اس بي معنا شغال حقة الوكالة، هذا اليو اس بي شغال معنا حقة الوكالة. اليو اس بي الان معنا شغال، طبعا تحكم الدركسون معنا شغال. شوف الان هذا تحكم الدركسون. وهذا اليو اس بي الوكالة في نفس المنفذ حق الوكالة. طبعا معاه يو اس بي موجود معانا هنا في الدرج، هذا سلك اليو اس بي الاخر. طبعا كما قلنا لكم مواصفات 2000 واليوم 2000 وذا الحين 2020 كما تلاحظوا. هذا هو طبعا في التركيب، طبعا بدون اي تقطيع او تجريح او اي شيء، كل تركيب على كليبسات الوكالة. بالله بتسأل انا شبكة من عندك؟ عندك شبكة؟ وين الشبكة؟ هذا الشبكة، نشوف اليوتيوب الان. طبعا شغل معنا اليوتيوب، شغل معنا كل شيء. مع تحيات ابو لؤي، مركز الغرابي، الرصراص، خميس مشيط، 0579923072 للاشتراك في القناة أبو لؤي للصيانة، أبو لؤي الغرابي للصيانة. بألف سلامة حبايبي.